بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كلهم متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده. الذهب هيبقى ب 1900 جنيه عندنا في مصر، هل ده حقيقي ولا لا؟ كل الناس بدات تتخض دلوقتي، مش عارفه ايه اللي هيحصل لذهبها، والناس بدات يكون عندها ذعر غير عادي بسرعه. الحق بيع ذهبك، الذهب هيبقى ب 1900 جنيه، فرصه جديده للشراء. تعالوا مع بعض نشوف هل دي حقيقه وهل ممكن ده يحصل، وخصوصا انه في ناس بدات تتكلم عن ان الدولار بينخفض، ولكن حكايه سندات جي بي مورجان غيرت الواقع تماما. تعالوا مع بعض نتكلم في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. تعالوا مع بعض نشوف ايه اسعار الذهب النهارده اللي بالفعل بتنخفض. عيار 24 مسجل 3623، عيار 21 مسجل 3170 جنيه، عيار 18 مسجل 2717 الجنيه، الذهب مسجل 25360 جنيه، الشاشة العالمية أو الأوقية مسجلة 2035 دولار للأوقية. طبعا احنا كنا شفنا انه في امبارح انخفاض للدولار، ده طبعا جا وراه انخفاض للذهب. طيب ليه لما الدولار ارتفع النهارده الذهب ما ارتفعش؟ هقول لحضرتك انه ده شيء طبيعي جدا جدا جدا، ولكن ما تتخيلش انه هيوصل لل 1900 جنيه. اي حد يقول لحضرتك الذهب هيوصل ل 1900 جنيه، ابدأ دور وفتش ايه اللي وصل اصلا الذهب للمستويات دي. اللي وصل الذهب للمستويات دي هي الحروب الجيوسياسية اللي موجودة ولسه ما زالت موجودة، فيروس كورونا اللي بدأ يبقى في عندنا متحور جديد منه أسوأ من الأول مليون مرة. هتقول لي ممكن يكون المرة اللي فاتت أصعب شوية، هقول لحضرتك بس برضو المرة دي صعب جدا جدا. بدأ ينتشر ما بين 60% في دول أمريكا وبريطانيا. الحاجة اللي بعد كده، ده كده بالنسبة للعالمي، وطبعا مش هننسى حرب غزة وإسرائيل. طيب ده كده بالنسبة للعالمي، ومع ذلك العالمي ارتفع حوالي 16 أو 17%. طب تعالى شوف عندنا احنا هنا بقى الذهب المحلي ارتفع كام. في سنة 2023 في احصائيات بتقول ان الذهب العالمي زاد حوالي 16، ما بين ال 14 لل 16%، وانه عند حضرتك هنا في مصر زاد 40%. طيب ليه لما الذهب بينخفض بنشوف الذهب هنا مش بينخفض؟ لانه نسبة وتناسب، الا ال 16 او ال 14 مش قد ال 40%. فهتشوف ان الانخفاض عندنا احنا هنا قوي، بالفعل الذهب عالمي بينخفض ولكن مش بنفس الصورة، ما هي نفس المعادلة، ما هو لما ارتفع ما كانتش بنفس الصورة. امبارح شفنا انه الدولار بينخفض، انخفض ليه؟ بمنتهى البساطة، لانه احنا كان عندنا في لقاء، وانا قلت لحضراتكم في حلقات الدولار اول امبارح كان عندنا لقاء ما بين وزير الماليه وزير الخزانه الامريكيه ومدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، وكمان كان معاهم مدير البنك المركزي او محافظ البنك المركزي. كل دول تم الاتفاق بينهم على بنود معينه لانه حضرتك هتستلم القرض، فبدات السوق الموازيه تحس عن انه في دولارات جايه في الطريق، فده خلى الدولار ينخفض شويه. بعديها بخمسين دقيقة بالظبط، ما كملناش 50 دقيقة، وبدأنا نشوف انه بنك جي بي مورجان الامريكي بدأ يطلع مصر بسندات مصر كلها من المؤشر بتاعه. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لحضرتك بمنتهى البساطة، ده مؤشر ثقة بيقول للمستثمرين انه حضراتكم تقدروا تيجوا هنا تستثمروا في مصر، وانه الاستثمار في مصر هيكون امن جدا من خلال السندات المصرية. ليه المؤشر ده او ليه البنك ده ادالنا المؤشر ده؟ ده زي التصنيفات كده السلبية بتاعت الاقتصاد المصري. بمنتهى البساطة لانه الناس اللي كانت يعني مستثمرة عند حضرتك في مصر لما جيت تسترد السندات بتاعتها اتضح ليهم انه كان في صعوبة جدا جدا في استرداد اموالهم، خصوصا من النقد الاجنبي. ده بيقول لحضرتك انه الاقتصاد المصري خاوي من الدولار الامريكي. ده خلى المؤشر بتاع الدولار في السوق الموازية بدأ يرتفع من جديد، ومع ذلك برضو شفنا انه الذهب منخفض. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك لانه بمنتهى البساطة انا ما عنديش قوة شرائية. القصة يا جماعة مش بس في المؤشر الدولار الامريكي، او مش بس في مؤشر الدولار في السوق الموازية. الحكاية احنا اتكلمنا قبل كده عن انه مثلث من 3 اضلاع، اول ضلع بيكون فيه هو القوة الشرائية، او انه يكون في عندك حركة في الاسواق، الحركة اللي موجودة ناحية البيع، ومؤشر البيع بيقول لحضرتك ان في 18 صفقة بيع امام 3 صفقات شراء، يعني الناس دلوقتي مفيش قوة شراء كبيرة.
قوة البيع أكبر بكتير، يبقى ده رقم واحد. الرقم التاني موضوع مؤشر الدولار، حتى لو كان خسر جنيه ولا 2 جنيه، دي من مكتسبات موجودة أصلا في السوق ورجع رفع تاني. هو ده الشيء الوحيد اللي ممكن كان يخلي الذهب يرتفع. في حاجة تالتة بقى، وهو انخفاض الذهب العالمي، وده شيء عادي جدا جدا وطبيعي جدا، لأنه كان عندنا امبارح وأول تصريحات من الفيدرالي وعضوة الفيدرالي الأمريكي بيتكلم عنه إن إحنا تاني متوجهون لرفع أسعار الفايدة. ده خلى إن الذهب العالمي عنده تذبذب غير عادي. النهاردة كمان الذهب العالمي منتظر بيان اقتصادي يعني حاسم جدا. في عندنا 3 أو 4 بيانات اقتصادية النهاردة، ولكن أهمهم بيان التضخم اللي الحقيقة بيكون على أساسه الفيدرالي الأمريكي بيتخذ الإشارات الخضراء لرفع أو تثبيت أو تخفيض أسعار الفايدة. امبارح شفنا بعد التصريحات، وبرغم من التصريحات دي كان المفروض ان مؤشر الدولار بيرتفع، شفنا ان مؤشر الدولار العالمي بينخفض. ده معناه طبعا ان الذهب بيرتفع، ولكن الذهب منتظر البيانات الاقتصادية. هتقول لي طيب لو البيانات الاقتصادية جت في ضد مؤشر الدولار ومع مؤشر الذهب، هتشوف ان الذهب العالمي فقط بينخفض. لكن عندنا هنا احنا في مصر الموضوع بقى منتظر قوة شرائية كبيرة. طول شهر فبراير كله هنشوف تذبذب في الأسعار. انت على ترند صاعد، ولكن السعر بيصحح. يعني حضرتك معنى اللي بيحصل ده انه مش انت على ترند هابط، لا خالص، الذهب يعتبر ما بينخفضش، الذهب بدأ يخسر جزء من خسايره من مكاسبه. عمرك ما هتكسر حاجز ال 2800 وال 2900، ده كده بالنسبة للناس اللي بتقول لحضراتكم ان الذهب هيوصل ل 1900 جنيه. بس يعني حتى مع المبادرة اللي احنا نادينا بيها، والحمد لله بدأ تفعيلها دلوقتي وبدأت الناس بالفعل تقاطع الذهب وحاجات تانية كتيرة جدا، إلا إنه برضو مش هقدر أضل لحضرتك وأقول لك مهما قطعت هتوصل ل 1900 جنيه، علشان ما تضحكش على نفسك. أنا قلت لحضراتكم كتير الأيام اللي جاية هنشوف مؤشرات للشراء لحد ما محترمة وكويسة، لكن الأسعار ما زالت أعلى من العالمية ومرتفعة. برضو هننتظر مع بعض شوية، قدامنا شهر فبراير كله من أوله لآخره. الوقت اللي احنا فيه ده داخلين على شهر رمضان. الناس لما بتدخل على شهر رمضان بيكون عندها التزامات تانية كتيرة جدا جدا لحاجات تانية كتيرة جدا. التزامات البيت بتخلي حضرتك اصلا مفيش فائض تشتري منه الذهب، فشهر 2 بالكامل هيكون شهر تذبذب، وشهر 3 بالكامل برضو هيكون شهر انخفاض، ولكن شهر 2 هيكون ليه خصوصية شوية، لانه على مدار شهر 2 كله هنشوف انه اصحاب شهادات ال 25% كل يوم في عدد منهم فلوسه بتنزل للحسابات. قرار حضراتكم وسلوك حضراتكم هو اللي هيأثر في الذهب الايام اللي جايه. لكن اللي يقول لحضرتك الذهب هيوصل ل 1900 جنيه بيضحك عليك. دول كده بيضللوا حضراتكم علشان خاطر بسرعه تروحوا تتخلصوا للذهب اللي معاكم. بالنسبه للناس اللي لسه ما اشترتش، هننتظر شوية، ولكن مش هضحك على حضرتك وهقول لك هنوصل ل 1900 وهتشتري عند المستويات دي، ده شيء مستحيل. أقصى هبوط ممكن أشوفه إنه يكسر ال 3000 ب 20 جنيه أو 30 جنيه، لكن أكتر من كده ده شيء مستحيل. ال 3000 مش ال 2000، ركز معايا شوية. أما بالنسبة للناس اللي عايزة تبيع، أوعى تكون فريسة زي ما كنت هتبقى فريسة لو اشتريت. سيب ذهبك وشيله على جنب خالص. حضرتك داخل ان شاء الله على تعويم لا محالة. مجلس الشعب بدأ ينادي بالتعويم، وده هقوله لحضراتكم النهاردة في الحلقات بتاعة الدولار، لانه حلقة الدولار بتقول لحضرتك الذهب رايح فين. الذهب يعني الدولار، والدولار يعني الذهب. البرلمان المصري عندنا بدأ يتكلم في موضوع التعويم. موضوع التعويم اصبح شيء حتمي لا محالة، ومعنى ان مؤشر جي بي مورجان يقول لحضرتك ان السندات الامريكية المصرية وصلت للمستوى ده، يعني حضرتك ما عندكش حصيلة دولارية. يعني بكل اسف التحريك هيكون سلبي مش ايجابي، هيكون ايجابي للذهب وسلبي بالنسبة لكل الاسعار في كل حاجة في مصر. علشان كده بقول لحضرتك سفينة النجاة الوحيدة هي جرام الذهب اللي موجود مع حضرتك. انا كده جاوبت حضراتكم بالنسبه للي حابب يبيع وبالنسبه للي حابب يشتري. دايما بنحب ننبه حضراتكم للتصريحات السلبيه اللي بتصدر ليك سواء ايجابي او سلبي. بحب اقول لحضرتك ايه اللي بيتنصب ليك، اللي بيتنصب لحضراتكم فخ لاصحاب الذهب مش لاصحاب الفلوس. اصحاب الفلوس خلاص عدوا من تحت ايديهم، وبفضل الله قدرنا انه نشكل وعي عند الناس، والناس قطعت الذهب. هو بقى بدا يروح الناحيه الثانيه ويشوف اللي معاه ذهب، ما قدرتش اخد الفلوس يبقى هاخد ان شاء الله الذهب. خلي بال حضراتكم من الفخ ده علشان خاطر ما تقعوش فيه. اتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده.
بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس، وإن شاء الله هنتقابل في فيديو جديد في أمان الله.